يا أصحاب زندش التقني يا قانا يرتيني تنبي يا أصحاب زندش التقني يا قانا عيكو يا نفسا أقبلكم ننفي محمدي يا قانا عيكو يا نفسا أجيبناكم ننفي محمدي يا جانعيكم يا نرجع أجيبناكم ننفي محمدي يا شكو ما مرشا لمتني بنبي محمدي يا شكرني ويمون المرجع لمتني بنبي محمدي يا شكرني ويمون المرجع لمتني بنبي محمدي يا شكرني ويمون نرجع يا عزيز يا جبار لحول من قلبي حول من قلب شبرت لحاني نوربي يا عزيز يا جبار لحول من قلبي لحول من قلب شبرت لحاني نوربي يا جبال لحور من قربي حور من قد شبرت لحالي نوربي يا عزيز يا جبال لحور من قربي سلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم من يسعى فيها للصالح العام والنافع العام اللهم عنه اللهم عنه وأنه على ما هو بصدده اللهم عنه على ما هو بصدده وجزاء له فيا ربي تعالى اللهم من يسعى فيها بالفساد اللهم اهديه اللهم اهديه اللهم إن سبقت له الهداية وإن لم تسبق له الهداية يا رب لا تضر به أحدا يا رب منك على كل شيء يا رب يا رب اللهم لنا صحب ورد والتسليم وغلقنا باب الشر والتحسين اللهم يا رب نسألك أن تطفي هذا الغضب برحمتك اللهم اطفي غضبك برحمتك اللهم اطفي غضبك برحمتك اللهم اغفر لنا اللهم اسقنا سقيا نافعا عاما عاجلا غير ضار اللهم اسقنا سقيا نافعا عاما عاجلا ضار اللهم اسقنا سقيا نافعا عاما عاجلا غير ضار بفضلك يا ارحم الراحمين اللهم امين يا رب العالمين الموصين بوسنا الدعاء كل ما يتصل في الدعاء اللهم قد اغراضهم واشفي امراضهم اللهم قد اغراضهم واشفي امراضهم اللهم قد اغراضهم واشفي امراضهم يا ارحم الراحمين وانشر رحمتك واحد ولدك الميت اللهم استر عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحد ولدك الميت الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم موتانا واصلح احياءنا وارحم شيوخنا واشفي مرضانا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم الاموات
اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات.